بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة الشاب صلاح البتني. اليوم إن شاء الله راح نحضر معكم وصفة جديدة اللي هي المشلوش القسنطيني. بزاف من المشتركين طلبوا عليا وحبيت نشاركه معكم ولأول مرة في قناتي. واش عندي لهنا كمقادير؟ أول حاجة نحتاج السميد يكون رطب، يعني السميد اللي عندنا في الدار نغربلوه، نحيو الخشين ونخليو الرطب. ديروا كمية عينكم ميزانكم. عندي أيضا لهنا الملح، نملحو عادي، يعني ماشي كيما نديرو الكسرة ولكن نملحو السميد تاعنا. وعندي أيضا الماء بطبيعة الحال، نخلطو الملح مع السميد، وعندي الماء يكون من حنفية عادي. نبدأ نلم. بسم الله، العجين تاعنا لهنا نحتاجوه يكون يابس شوية في البداية، ومن بعد إن شاء الله في الخطوات القادمة راح نرجعوه كيما المسمن. اذا دروك نضيف الماء بالتدريج، ومن بعد ان شاء الله نعطيكم في الاخير الكميه او القوام نتاع العجين تاعنا. اذا هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. شوفوا كيفاش العجين تاعنا راهو يابس. نجيبو كيس بلاستيكي ونخليه. يعني هنا من اساسيات هذه الوصفه او المشلوش القسنطيني، لازم نخليو العجين تاعنا في البدايه يرتاح. كاين اللي يخدموا الصباح والعشيه يعجنوا، كاين اللي يخدموا في الليل والصباح يعجنوا، ولكن بما انه انا راني نصور لكم يعني على الاقل ساعه راح نخليه ساعه يرتاح، ومن بعد ان شاء الله نكمل معكم الوصفه. نحاول العجين تاعنا من هنا، شوفوا كيفاش راهو رطب. دوكا راح نبدا ندلكو شويه على الاقل 5 دقائق، ومن بعد نجيب الماء نبدا نضيف بشويه كما نضيفوا المسمن. على واش قلت لكم خليوه يرتاح هكا باش يسهل عليكم العمليه نتاع العجن. بالنسبه للعجين هذا ايضا ما يبغاش التقطاع، يعني ما تقطعوهش، تخدموه غير هكا. دوك انا راح نعجنو او ندلكو 5 دقائق، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. يعني كما كنتم تشوفوا العجين تاعنا راني دلكتو حوالي 5 دقائق. نجيبوا الماء نبداو نضيفوه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجين يكون طري نوعا ما. ندخلوا الماء غير بالتدريج، ما ندخلوش كميه ضربه واحده، ونعجنوا. حاولوا ما تقطعوش العجين تاعكم كما قلت لكم. ندخلوا الماء بالتدريج، هذه هي، خليكم معايا وراح تشوفوا في الاخير العجين كيفاش ولا. اذا العجين تاعنا كما كنتم تشوفوا دوكا راهو ولا طري. شوفوا كيفاش بدا يدير لي في البامبولات. كي يدير لكم بامبولات هذو عرفوا بلي العجين تاعكم راهو تعجن بيان، وبزايد عليه الماء، ما تكثرولوش بزاف بزاف. المهم تخدموه كما نخدموا المسمن وما تقطعوش العجين تاعكم. اذا هذو هما النصائح باش ينجح لكم المشلوش تاعكم. دوكا واش راح ندير؟ راح نلوزو، شوفوا القوام تاعو، راح نروح نلوزو، نستعين بشويه زيت. عندي لهنا بلاطو ندير له شويه زيت، نجيبو ايضا شويه زيت لهنا نستعينوا بها، نديرو شويه زيت غير من الفوق ونبداو نلوزو. حاولوا اللوزه تاعكم يكونوا شويه صغار، يكونوا صغار باش من بعد المشلوش تاعكم ما يجيش فيه الحواشي بزاف. واذا كان يعني ما قدرتيش وكان فيه الحواشي تنحيهم بالمقص ولا تنحيهم بيديك كما تحبي. اذا بهذه الطريقه شوفوا كيفاش لوزات صغار هكا حتى نكمل كامل الكميه. نجيب لهنا الزيت وندير لهم من الفوق غير بشويه فقط. شوفوا كيفاش العجين تاعنا راه يدير في البامبولات، يعني راهو ناجح بهذه الطريقه. بالنسبه للحلان بعد ان شاء الله نزيد نخليهم دوكا ساعه يرتاحوا قبل ما نحلوهم، نخليهم يرتاحوا ونغطيهم بكيس بلاستيكي، ومن بعد ان شاء الله راح نفتحهم معكم. بعد ما ارتاح العجين تاعنا عندي لهنا شويه زيت راح نخدم فوق المايده. الطاجين تاعي بطبيعه الحال ثاني راهو يسخن، نديرو فوق طاجين نتاع المسمن. نبداو بسم الله بهذه الطريقه. يعني قد ما تخليو العجين تاعكم يرتاح قد ما راح يعطيكم نتيجه مليحه. نزيد نفتح، حاولوا الجوانب تاعكم ايضا تمشيوهم
باش ما يكونش عندكم الجوانب. خلاص نبداو نمشيوها شويه هكا بهذا الشكل. المهم بهذه الطريقه الطاجين تاعنا لهنا يسخن. درت له شويه زيت. نبدا نهز العجين تاعي. بسم الله يا رب. حاولوا النار تكون قليله خلاص، ولازم العجين تاعكم ما يصفرش، او عفوا ما يحمرش، غير يصفر. خليوها هكا شويه برك. نقلبها للوجه الثاني. لا بهذا الشكل ان شاء الله برك تكون الصوره واضحه. شوفوا كيفاش راهي. ونحاولوا لهنا نحطوها على الجوانب. شوفوا كيفاش نديرو بهذه الطريقه. نخليوها غير على الجوانب طيب. من بعد اذا كان العجين تاعكم فيه الجوانب حاولوا تقصوهم بمقص ولا المهم راح نعت لكم كيفاش. لهنا بعد ما طاب او طيبت العجين تاعي كامل، شوفوا كيفاش جا. شوفوا النتيجه رائعه. كما قلت لكم الجوانب اذا كانوا عندكم حاولوا تنحيوهم بهذه الطريقه عادي. تاكلوهم مع الحليب مع اي حاجه. واذا نتوما كما قلت لكم كنتوا بروفيسيونال في الشخشوخه، تقدروا يعني ما ديروش الجوانب. اذا هذه هي، شوفوا كيفاش راهي جات رائعه. زدنا لكم حبه اخرى. شوفوا شوفوا كيفاش راهي ما شاء الله. نزيدو نحيولها شويه الجوانب هذو الخشان فقط. هذه هي. حاولوا ما تخليوهاش تيبس باش من بعد تسهل عليكم العمليه تاع كيفاش تقطعوها بالموس. دوكا كيف باش نقطعوها لازم نديرو بهذه الطريقه. نحيو الجوانب ونبداو نلويوها بهذا الشكل. كما قلت لكم حاولوا ما تخليوهاش تيبس بهذه الطريقه. ونجيبو الموس بهذا الشكل، قطعوها طرف صغار. شوفوا كيفاش بهذه الطريقه، ما ديروهاش خشينه. اذا بنفس الطريقه نكمل كامل الكميه. طريقه جد سهله وبسيطه. الموس فقط يكون شويه ماضي، ما يكونش حافي. شوفوا كيفاش ونتحصلوا على المشلوش تاعنا. دوكا انا راح نكمل بهذه الطريقه ومن ان شاء الله نكمل معكم الوصفه تاعنا. لهنا بعد ما قطعت العجين تاعي كامل، نحاولوا نفتحوه على بعضه. شوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش تولي هذه الطريقه. نفتحوه يعني ديروها في قصعه ولا باش تتحل لكم كامل هكا. ودوكا راح نديرها في الكسكاس. بعد ما نفتحها نديرها في الكسكاس ونفورها. دوك نفتحها ونرجع لكم. لهنا كما راكم تشوفوا بعد ما فتحت العجين تاعي، شوفوا العجين تاعنا كيفاش جا، وجا كامل نفس الحبه ونفس اللون. حاولوا ما تحمروهش، لازم يجي صفر. وايضا بطبيعه الحال يكون طايب بهذه الطريقه. عندي لهنا ماء ورد، لازم في الوصفه تاع المشلوش القسنطيني لازم الماء ورد ماهوش الماء زهر باش نتفاهموا. حوالي زوج ملاعق ولا ثلاثه فقط. نتوما من الاحسن اذا لقيتوا الماء ورد اللي ماهوش ملون جيبوه هو احسن. بهذه الطريقه فقط، شويه فقط. دوكا انايا واش راح ندير، راح نحطو في الكسكاس ونفورو. البرمه تاعي راهي تسخن. نجيبو الكسكاس تاعنا ونحطو فيه التريده تاعنا، يعني هذه راهي على شكل تريده. نحطوها تفور ونقلبو يعني بشويه. لهنا راه رجع لي وردي علاش من الماء ورد. اذا جوست تشوفوا بدا يفور، تحسبوا لها 5 دقائق وتطفيوا عليها النار. كما راكم تشوفوا لهنا راهو يفور مره على مره. نقلبو حتى كما قلت لكم نشوفوا لوفار بدا يخرج من المشلوش تاعنا. نحسبوا له 5 دقائق ونطفيوا عليه النار، يعني ما تخليوش بزاف باش ما يتعجن لكمش. هذه الوقت اللي راهو يفور المشلوش تاعنا. عندي لهنا العسل، انا استعملت لهنا مرجان. عندي ايضا الزبده لابال. نتوما يعني من الاحسن تخيروا الزبده المليحه، يعني
اللي تحبوها نتوما وحاجه كلاس، ولكن حتى رابير تصلح. نديرو السلسل نخلطوه مع بعض، هذا هو يعيطوا القسنطينيين التشحار، يعني يشحروا المشل واش تاعهم. وايضا ما نشحرش كلش، يعني نشحر بالكميه، كل ما نبغى ناكل نشحر شويه. بالنسبه للحفاظ عليه نحطوه في المجمد، كي نبغاو نديرو به او ناكلو نجبدو بشويه. اذا ندير كميه تاع عسل وكميه تاع زبده، نديرو حوالي ملعقه ونص نتاع زبده بهذا الشكل، نحطهم على النار حتى يتمزجوا، من بعد نرجع لكم. نحيو المشلوش تاعنا، كما قلت لكم راهو ما يديش وقت كبير، ونبدا نفتحو من بعضه هكا لانه راهو سخون بهذه الطريقه. نكونوا تحصلنا على مشلوش قسنطيني، يبقى غير التشحار تاعو. بالنسبه للمورد ما تكثروش بزاف باش ما يتعجن لكمش ايضا، والرائحه راهي ما شاء الله. اللي ما عندوش المورد يقدر يستعمل مزهر. دوكا راح نختار كميه اللي راح نديرها، وهذه ممكن نحتفظ بها مره اخرى نديرها بهذا الشكل. نجيبو دوك التشحار تاعنا. عندي ايضا لهنا اللوز، لهنا نقطه مهمه بالنسبه للمشلوش القسنطيني يتخدم بالجوز، ولكن نتوما الشيء اللي عندكم في الدار استعملوه، اي مكسر. انا راح نستعمل اللوز، اللي عنده الجوز يستعمل الجوز، يعني الجوز راهو اقل في السعر من اللوز، ولكن انا عندي بقات لي شويه جوز لوز عفوا راح نستعمله، ولكن هو راهو يتخدم بالجوز. ندير كميه لداخل هذا الشكل، والباقي نخليه للتزيين بهذه الطريقه. ونجيبو التشحار تاعنا، بسم الله نبداو نضيفو له في العسل والزبده، يعني كيما نديرو الطمينه نديرو العسل والزبده، ونبداو لهنا نقلبو فيه باش ندخلو هذاك التشحار كامل في المشلوش تاعنا. وايضا ما تكثروش بزاف التشحار باش ما يجيش مشمخ. وصفه هايله وطلبوها مني بزاف مشتركات، وحبيت نلبي لهم الرغبه تاعهم. دائما نقول لكم بلي اي وصفه بغيتوها خليوها لي في التعليقات، وان شاء الله تعليقاتكم راني دائما نشوفهم، حتى وما رجعتش عليهم راني نشوفهم. دوك راح نحطو في صحن التقديم. بسم الله شوفوا كيفاش يجي. وايضا بالنسبه للتزيين تاع المشلوش راهو ما نديرولوش، ما نقدروش نديرولو السكر كلاصي ولا كيما نديرو رفيس الزراوي ولا، يعني غير مكسرات فقط. نزينوه من الفوق بهذا الشكل، ونكونوا تحصلنا على المشلوش القسنطيني. اذا هذه هي الوصفه، نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جامو كومونتيو لي اسفل الفيديو. اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وتبعثوا لي تطبيقاتكم على الروابط الموجوده اسفل الفيديو في صندوق الوصف. تهلاو في رواحكم، سلام.